بنا اخيرا ليلى حديوي بلباس العمل، لانه هو موضوع فقرتنا للموضه لنهار اليوم. صباح الخير غزاله. صباح الخير سميره، صباح الخير عليكم مشاهدينا. اذا كيف قلتي اليوم الفقره ديالنا غادي نهضروا على لباس ديال العمل، وكيف عرفتي يا سميره دابا بدا كيتحرك البرد، بدينا تنخرجوا لباس لي مونطو، وفي نفس الوقت كنعرفوا بان انا جبت لكم اليوم غير واحد الاقتراحات ديال كيفاش نقدروا نلبسوا اللباس اللي باش نمشيو به للعمل. السيدات ماشي ولا بد نلبسوا اللون الاسود، لان اللون الاسود كاملين عندنا في بلاكارات ديالنا سميره كيف ما كتعرفي. دونك جبت لكم واحد الاقتراحات باش نتوما تكون عندكم فكره كيفاش تقدروا تلبسوا اللباس ديالكم باش نمشيو سيدات للعمل ديالهم. داك اقترح عليك سميره نشوفوا اول لبسه اللي اختار اللي صوبتها كلها باللون البيج. البيج اللي هو دارج على الموضه بزاف هاد السنه. بالنسبه لي شوسيغ ولا الصباط خديت اون كولور، خديت واحد اللون اللي هو تا هو دارج على الموضه، بلاص ما نديرو الاسود ولا بلاص ما نديرو كلشي بيج، درنا ان مارون باش نهرسوا هذاك لو توتال لوك بيج. الوغ كيف قلت لك سميره نقدروا نكونوا مرتاحين سخيخنين بهذاك لو كول غولي، اي كيما شتي فيه هذوك لي بتيت بوتون doré, le manteau en cachemire beige. Et bien sûr, avec le manteau, on peut le mettre avec beaucoup de choses. Le beige qui se marche avec le jean, qui se marche avec les robes, qui se marche avec beaucoup de les jupes, beaucoup de les bicettes. Et bien sûr, le total look que vous avez avec le sac en beige, c'est très à la mode. عندي لكم واحد الاقتراح ثاني اللي جبت اليوم، هو سي تان امبريمي اللي دارج على الموضه، اللي هو لامبريمي زيبغي افيك اون فيست رجع الموضه ودرتو مع اون فيست اون كوير، باسكو لي فيست اون كوير سي دي فيست انديمودابل اللي ما تيموتوش مع الوقت. كما تشوفوا يسرى لابسه دي بوتين دارج على الموضه، لبسوا لي بوتين بحال هكايا سوا افيك ان بونطالون ولا افيك دي جوب ولا افيك دي روب لامبريمي زيبغي كما تنشوفوا، اي في نفس الوقت لا فيست اون كوير. Et qui m'a acheté Samira le sac bleu en velours. ليتاوا تري تري جولي. دونك سيده تقدر تكون مرتاحه شيك. الوغ هاد لا روب تقدر حتى هي تلبسها مع مونطو الا بغاتي، مي انا جيم بيان كاستي داك لو كوتي كلاسيك، هادشي علاش درنا اون فيست اون كوير باللون الاسود. الا كانت عندها اون اوتر فيست بلو كورت بحال هكا بشي لون احمر تقدر تلبسها مع هاد اللبسه هادي مثلا بوغ كاسي هذاك لي غيور ولا بلوتو لامبريمي زيبغي اللي كاين في هاد اللبسه هادي. بالنسبه للسيدات سميره اللي كيبغيو يلبسوا لي جين، عندي ليهم واحد لو لوك اللي هو تري تري كلاس تري شيك. سي ان بونطالون اون جين تقدر تلبسيه مع اون شوميز غيي اي اون فيست بلانش. جيم بيان هاد لو لوك لان ماشي داكشي اللي مولفين نشوفو، سيتادير كو مولفين نشوفو دي فيست نوار دي ولا دي فيست اون غري ولا شي حاجه، مي هاد لو لوك بحال هذا افيك دي بوت ان بتي ساك نوار تو بريت pour aller au travail. Alors, il y a des vestes de toile qui se nomment les blazers. Vous voyez où là où d'origine le modèle est vraiment toile. On peut le mettre même oversize Samira, mais si tu mets le S, que خصنا ناخذ le S. On peut prendre M ou la L ou G la veste un peu plus large. Elle est هذا نقدروا نطلعوا les manches. وهي اللبسه elle est tendance ou à la mode. Très bien. Et les bottes, comme vous pouvez voir, Taouma et Samira, c'est des bottes qui sont très tendances, les canons, les années 90 ou de partenaires jeux. Donc, Kenin, Ashkel ou Anwa. Bien sûr, comme vous pouvez voir, les blazers, nous pouvons les mettre avec des jupes. نقدروا نلبسوهم مع دي بانطالون لارج اللي هما دارجين على الموضه، ماشي حيت صافي بلازير ما طويل ما نقدروش نلبسوه، نقدروا نلبسوه. واخر اقتراح لكم هذا الصباح هما هاد لو لوك جوب افيك لافيس ديالته، نهرس هذاك لو غري ان روز فوشيا باش كمسا نقدروا نهرسوا ذاك لا كولور غريز اللي هي حزينه، تنديروا اون كولور باش تفتح لنا لو لوك ديالنا. الوغ كيما شوفوا تالي بوكل دوغي تعطي واحد لي اكسسوار، تعطي واحد لا بتيت لو بتي بلوس لا توني. اي خصنا نفكرو نلبسو لي جوب، علاش لا؟ باسكو سي تري طوندونس نقدر نلبسو لي كولون او با. انا ما لبستلاش لي كولون لان هاد لي صندال شوسور كيما تنشوفو سي دي شوسور مي من لور محلول، نقدرو ما نقدروش نلبسو مع سي بلوس، اوني بلوس اليز بلا لي كولون ولا لي با كو اذا لبسناهم معاهم. دونك هادو هما الاقتراحات ديال هاد النهار سميره. شكرا لك. شكرا لك ليلى. يكونوا عجبوك ويعجبوا المشاهدين. نتلاقاو يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله مع الزي التقليدي.